أهلا بكم من جديد. افتتح سعادة الشيخ خالد بن حمود الخليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض النسخة الأولى من المعرض الدولي للعلامات التجارية وحقوق الامتياز للعام 2019، وذلك بالتعاون مع مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بمملكة البحرين. تجربة اقتصادية جديدة تنطلق في مملكة البحرين للمرة الأولى من خلال المعرض الدولي للعلامات التجارية وحقوق الامتياز، حيث يسعى القائمون عليها إلى رفع مستوى اهتمام المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في موضوع منح حقوق الامتياز. أكثر من 70 مشارك، عدد كبير منهم كانوا علامات تجارية بحرينية تخدم قطاعات مختلفة، تخدم قطاع السياحة وتخدم قطاع الخدمات بشكل عام. وطبعاً الجميل إن احنا نشوف أن أفكار جديدة وخدمات جديدة من حول العالم، هناك تقريباً 15 دولة مشاركة اليوم في هذا المعرض، وكلها تصب في مصلحة التعارف والتبادل التجاري. وإحنا يهمنا أن الشركات البحرينية والأفكار الرائدة البحرينية أنها تصل إلى العالم، وهذه منصة ممتازة للتعارف مع الشركات. اليوم شفنا تقنيات جديدة، ورش عمل وندوات وجلسات نقاشية حية ينفذها خبراء ومستشارون محليون وإقليميون ودوليون خلال المعرض، والذين سيغطون موضوعات مكثفة وموسعة حول تطوير ريادة الأعمال وكل ما يتعلق بالعلامة التجارية وتطوير الشبكات الاجتماعية. المعرض اليوم جدا ممتاز لأنه يفتح لنا المجال أن السوق أكثر يتعرفون على شركاتنا وعلى المنتج اللي عندنا، ويعرفون شنو إحنا نقدر نوصل لهم ونوفر لهم، على أساس أن نطلع أكثر خارج البحرين ويكون عندنا وجود عالميا، مو بس نكون مركزين على سوق البحرين. إحنا عندنا منتجات أفضل والمفروض نعرضها، وإن شاء الله اليوم من خلال هاي المعرض راح نتوصل إلى العالم كله وراح نعرضها على العالم، وإن شاء الله نحصل نتائج من هاي المعرض. طبعاً أنا هني اليوم على أساس الناس يتعرفون على بضاعتي، بالرغم أن أنا انتربرنورز عمري يعني مو بوايد قديم في هاي المجال، كله تقريباً 2-3 سنوات. أنا هني على أساس الناس يعرفوني، وإن إن شاء الله بضاعتي والبراند مالي اللوجو مالي يكون انترناشنالي. فرص تجارية متنوعة سيوفرها المعرض لجميع المشاركين، مع التركيز على رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة استطاعوا تطوير منتجات وخدمات محلية ناجحة. خولة ليغرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين. وللمزيد حول هذا الموضوع يسرنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف رئيسة جمعية سيدة الأعمال البحرينية السيدة أحلام جناحي. مساء الخير سيدة أحلام، وبداية، يعد نظام الفرنشايز من الحلول التي تساعد على النمو الاقتصادي والتجاري في أي منظومة استثمارية صحيحة. برأيك ما مدى أهمية مساهمة الفرنشايز بتشغيل الأيدي العاملة المحلية وزيادة الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟ مساء الخير. يسهم حقوق الامتياز التجاري بتشغيل الأيدي العاملة المحلية وسيلة فعالة وناجحة لحل تخفيف نسبة البطالة ويقلل من نسب السيولة المتسربة للخارج. زيادة الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة محليا، وأيضا تحفيز الشركات المحلية حتى تتمكن من المنافسة لرفع من جودة المنتج أو الخدمة التي يقدمها للمستهلك. نعم. كما يسهم في تطوير الأيدي العاملة الوطنية، شلون؟ من خلال طبعا تدريب في المشاريع الموجودة والجديدة، وخاصة عندما يكون منح حقوق الامتياز عالمي المستوى، وطبعا يساعد في رفع كفاءة القوة العاملة البحرينية واكتسابها المزيد من الخبرات التجارية عالميا. نعم، بالحديث عن الشركات المحلية بالتحديد، ما مدى أهمية الفرنشايز لتحفيز الشركات المحلية لإعادة ترتيب أوراقها حتى تتمكن من المنافسة إقليميا ودوليا، وكيف تساهم الدولة في ذلك؟
طبعا من حقوق الامتياز التجاري الآن ليس بجديد على مسامع رائدات الأعمال البحرينيات، مهمة جدا لجمعية سيدات الأعمال البحرينية لتطوير الوضع الاقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، والخروج من بالمنتجات البحرينية المتميزة والعلامات التجارية ذات السمعة الطيبة إلى الأسواق الخليجية والإقليمية والعالمية. بات أمر ضروري ومهم جدا للسوق المحلي البحريني والرائدات، وذلك للتطوير من الاقتصاد الوطني وفتح أسواق جديدة للمنتجات البحرينية وزيادة الصادرات، خاصة في ظل المبادرات الحكومية لدعم التوجه بما فيه مركز الصادرات وصناديق الدعم المتخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأخيرا أتمنى أن يستفيد الجميع من المعرض في عقد شراكات مع علامات تجارية بحرينية للخروج بعلاماتنا التجارية إلى العالم إن شاء الله. نعم، تمنياتنا لكم بالتوفيق وأن تستطيع علاماتنا المحلية الوصول للمنافسة العالمية. السيدة أحلام جناحي رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية، شكرا جزيلا لك. أعلنت لجنة الثروة الغذائية بغرفة تجارة وصناعة البحرين عن فتح باب المشاركة في النسخة الثانية من جائزة البحرين للمنتج الغذائي المتميز والموجهة إلى شركات الأغذية والمشروبات المحلية، فيما ذكر خالد الأمين رئيس لجنة الثروة الغذائية أن الجائزة تهدف إلى تشجيع المنتج المحلي وتحفيز شركات الأغذية البحرينية لتطوير أدائها وتنافسيتها والدفع للاستثمار المحلي مع العمل على تحسين جودة المنتج المحلي. ويشار إلى أن الجائزة تعد حافزا أمام قطاعات الأعمال وممثلي الشركات أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز وترويج التميز للقطاع الخاص، فيما رصدت جوائز نقدية للمركز الأول والثاني، حيث سيتم منح مبلغ 10,000 دولار أمريكي للشركة الفائزة بالمركز الأول وستمنح 5,000 دولار أمريكي للفائز بالمركز الثاني. أول مرة من إطلاق الجائزة وهذه هي النسخة الثانية راح نفتح الباب حق الستارت اب وحق المبدعين الشباب البحرينيين إنه يجون ب يعني برودكت معين اللي هو راح تأخذ شركات تصنيع صنعة ومثل سائر الدول والشركات تعطيهم نسبة من الأرباح. الجائزة تحت رعاية سعادة وزير التجارة والصناعة وهو مشكور بدعمه ودعم طبعا رئيس الغرفة وغرفة تجارة وصناعة البحرين. نطمح بأن هالجائزة تحفز المنتجين البحرينيين على إنتاج أكثر، والأهم أن احنا نبي نصادر، نحن نبي نصدر، احنا في تحدي واحنا نتحدر واحنا كقطاع الأغذية وراح ننجح ونبرهن للعالم ان المنتج البحريني مو اقل من اي منتجات ثانيه. هدف الجائزه بيكون ان احنا نطلع التمييز بشكل مناسب وشكل عالمي، فبيطلعون في مجله فوربس على مستوى الميدل ايست وعلى مستوى العالم في كل السوشيال ميديا حق فوربس، على اساس ان نفتح لهم حتى اوبورتونيتيز انهم يكون لهم فرانشايز ولا حتى ان نساعدهم على اكسبورتنج من البحرين منتج بحريني. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية التعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث أقفل مؤشر البحرين العام في إغلاق اليوم على انخفاض بنسبة 0.78% مقفلا عند مستوى 1398 نقطة، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الاستثمار وقطاع الصناعة، وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 8,029,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1,809,000 دينار تم تنفيذها من خلال 139 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 71.7% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 8543 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.35%. وبالنسبة لسوق دبي المالي فقد أغلق عند مستوى 2496 نقطة كما هو موضح على الشاشة بانخفاض بلغت نسبته 1.32% ليكون الخاسر الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم. وبالنسبة لسوق مسقط للأوراق المالية فقد أغلق عند مستوى 4141 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.41%. يفتتح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ميناء الملك عبد الله الاقتصادي في جدة الذي تصل مساحته إلى 17 مليون متر مربع وعمق 18 مترا. وقال الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبد الله ريان قطب إن بإمكان الميناء الجديد استقبال أكبر سفن الشحن الجديدة، ويعد أول ميناء يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص في السعودية. وأوضح أن ميناء الملك عبد الله يعد من أكبر مشاريع البنية التحتية التي ينفذها القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط، كما أنه يعد أحد أسرع الموانئ نمواً في العالم، كذلك يستوعب 3.4 ملايين حاوية سنوياً. وقعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة الصندوق السعودي الأردني مذكرة تفاهم لإنشاء وتطوير شبكة سكة حديد تربط موانئ العقبة البحرية بميناء معان البري، وتبلغ قيمة الاستثمار 500 مليون دينار أردني. وبموجب مذكرة التفاهم سيتم القيام بالدراسات الاقتصادية للمشروع قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ، ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تطوير منظومة النقل عبر موانئ العقبة، كما أنه سيسرع نقل البضائع من موانئ العقبة إلى بناء معان البري، كما أنه سيقلل تكاليف النقل. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. نمو الإنفاق المحلي الصيني تراجع إلى 149 مليار دولار في موسم عطلة السنة القمرية الصينية لهذا العام. رفعت وزارة المالية المصرية تقديراتها المبدئية لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ميزانية السنة المالية الجارية 2018-2019، وكذلك متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومي. وقدرت الوزارة في تقرير نصف سنوي متوسط سعر صرف العملة المحلية عند 18 جنيها للدولار في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو بدلا من 17.25 جنيه في التقدير السابق. وتعززت العملة المصرية أمام الدولار منذ أواخر يناير الماضي وسجلت اليوم 17.605 للدولار، وزادت تقديراتها لمتوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية إلى 18.6% من 14.7%. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. ألقى تراجع نمو الإنفاق المحلي في الصين بظلاله على موسم عطلة السنة القمرية الصينية هذا العام بحسب أرقام رسمية. وبحسب أرقام وزارة التجارة الصينية ارتفع حجم الإنفاق خلال فترة الأعياد هذا العام لتصل إلى 149 مليار دولار، ما مثل ارتفاعا بنسبة 8.5% مقارنة مع العام الماضي، لكنها تبقى أبطأ زيادة منذ 8 أعوام. ويشكل تراجع نمو الإنفاق الصيني بالإضافة إلى مشاكل التجارة مع الولايات المتحدة عوامل سلبية تضغط على الشركات العالمية والاقتصاد العالمي ككل.